مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو أليتس؟ ما هي ميزات أليتس؟ ما هو أليتس؟ تم إنشاء مشروع أليتس كرمز موجه نحو الحلول للمشاكل الحالية لقطاعات العملات المشفرة بأكملها. ما هي ميزات أليتس؟ يتكون مشروع أليتس من منصات مختلفة، وقد تم بناؤه على 6 منصات رئيسية في المجموع، لذلك لن يكون من الصواب تقييم المشروع من خلال التفكير في منصة واحدة فقط، لأن كل هذه المنصات تشكل مشروع أليتس في هيكل. يتمتع فريق ALYA بخبرة كبيرة في الرؤساء في قطاعاتهم الخاصة. ALYA لا تعمل مع شركات فنية خارجية للبرمجة وبناء تقنيات جديدة، لقد قاموا ببناء فريق تقني خاص بهم مع خبراء. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.